بيوصل دكتور نفسي لأحد البيوت وسامع صوت عزف البيانو اللي بتعزفه سارة، وسارة مريضة بمرض غريب وما بتحبش تخرج من البيت خالص لأنها خايفة من البشر، وخصوصا اللي بيشوفوه قبل ما بيموتوا، ومؤمنة إن العالم الخارجي إنه شرير. وطول ما هي في البيت هي كده في أمان، وهي بتتكلم مع الدكتور معاها خاتم أمها اللي سابتها وهربت بسبب خوفها من مرض بنتها، وأبوها خلص على نفسه بسبب مشاكله النفسية، والدكتور بيفشل في كل جلسة علاج مع سارة. ومرض سارة هو إنها ما بتعرفش تنام بسبب اللي بتشوفه من كوابيس للناس اللي ماتوا، وهتحكي للدكتور على 14 كابوس مرعب في شكل قصص قصيرة. والقصة الأولى هي بتحصل في أحد البيوت اللي الشرطة لقت فيه جثة لبنت شكلها مرعب، وحاسين بطاقة شريرة في البيت ده، والبنت دي كانت بتعمل جلسة للتواصل مع الأرواح، والوسيط الروحاني اللي عمل الجلسة اختفى، ولقوا دم كتير جدا وريحة وحشة منتشرة في البيت. والمحقق أليكس دخل للبيت للتحقيق، ولاحظ صورة البيت اللي فجأة بتظهر في الصورة بنت غريبة وبتختفي من تاني، فحس مثلا انه بيهلوس وكمل طريقه لاستكشاف البيت، وشاف جثة البنت ولقى معها مسجل الصوت اللي عن طريقه الشرطة عرفت انها عملت جلسة للتواصل مع الأرواح. والمحقق أليكس هياخد مسجل الصوت ده عشان يدرس القضية، وقضى الليل كله عمال بيسمع في جلسة التواصل ومش قادر يوقف نفسه. والبنت دي أمها خلصت على نفسها في البيت بسبب مشاكلها النفسية، ومن ساعتها البنت دي بتسمع صوت أمها في كل مكان في البيت، وصوت أمها أصبح مرعب وحاسة إنها ما بقتش إنسان، فاتصلت بالوسيط الروحاني للتواصل مع روح أمها لمحاولة إنقاذها، ونتيجة الجلسة إن البنت دي ماتت. والمحقق أليكس بسبب فضوله قرر إنه يرجع للبيت ويدور على أي دليل تاني له علاقة بالبنت دي، ولقى غرفة غريبة في البيت، ولما يروح يفتح الباب شاف البنت بوجهها المرعب فجري وسمع صوت المصعد، واستغرب لانه عطلان من زمان. ولما فتح الباب لقى جثة الوسيط الروحاني وكمان المحقق مات، والشيطان سيطر على روحه، والشرطة اكتشفت موت أليكس المحقق. وديه القصة الاولى يا صديقي. وبالنسبة للقصة التانية فهي بتحصل في احد البيوت، ومربية الاطفال لوحدها مع جيسيكا اللي بتلعب بدمية امها، وصحت مربية الاطفال اللي كل شوية بتحذرها من اللعب بالدمى لانها مؤمنة انها مسكونة بارواح شريرة. وفجأة جيسيكا وقعت الدمية الغريبة، ومش بس كده ديه كمان راسها اتكسرت. ومربية الاطفال ام جيسيكا كلمتها وفضل لها 20 دقيقة وتوصل للبيت، وكمان سمحت لمربية الاطفال انها تمشي عادي وتسيب البيت. ولما مشيت اصبحت جيسيكا لوحدها ومش مهتمة بالدمية ومسكة تليفونها، ولكنها فجأة لقت الدمية رجعت سليمة وحركت راسها كمان وبص عليها، وسمعت جيسيكا اصوات مرعبة وجريت بسرعة عشان تستخبى، ولكنها اتأخرت لان الروح الشريرة اتحررت من الدمية وهتقتلها. والروح اتحررت بسبب راس الدمية اللي اتكسرت، ورجعت مربية الاطفال للبيت من تاني لانها نسيت تليفونها وبتنادي على جيسيكا، وطبعا مش هترد عليها. وكمان استغربت مربية الاطفال من الدمية لانها رجعت سليمة، ولما تروح تقرب عليها الروح الشريرة حصرتها عشان تقتلها. وديه كده القصة التانية يا صديقي. اما بالنسبة للقصة التالتة فهي بتحصل في احد البيوت اللي حصلت فيها جريمة قتل، وجاك وجاكلين هم عمال التنظيف اللي هينظفوا مسرح الجريمة، وهيسيب جاك جاكلين لوحدها عشان يجيب باقي معدات التنظيف. وجاكلين فجأة لقت دم على الباب، والباب اتقفل عليها واتحبست في مسرح الجريمة، وكمان الكهرباء فصلت وسمعت صوت من وراها، وده بسبب الروح الشريرة اللي هتقتلها. ولكن ظهر جاك وفتح الباب، وجاكلين جريت بسرعة والروح الشريرة اختفت. ومهتمش جاك وبينظف هو لوحده، ولكن فجأة لقى قطعة فضة وعضها بسنانه عشان يعرف لو كانت أصلية ولا لأ، ومقرفش مثلا من مسرح الجريمة، ومخدش باله من الروح الشيطانية اللي معاه. ولما روح للبيت حس بألم غريب في درسه اللي عض به قطعة الفضة، وفجأة لما خلع درسه لقاه أصبح نبتة شيطانية الشيطان زرعها جوا.
جواه وما قدرش جاك على السم ومات. وديه القصة التالتة يا صديقي. وبالنسبة للقصة الرابعة فهي بتحصل برضو في احد البيوت اللي ساكنها راجل منحرف بيستنى الليل يحل كل يوم عشان يراقب ويصور البنت اللي بيحبها، وفرح لانها رجعت للبيت ولكنه فجأة لقاها خايفة وكمان فيه كيان غامض الكاميرا حساه، وهو سفاح مهرج اللي قتل البنت وشاف المنحرف وبيكسر عليه الباب عشان هو صوره، وحس المنحرف بالهدوء والنور فصل، وبالتصوير الليلي شاف السفاح المهرج معاه اللي هجم عليه وقتله. وديه كده القصة الرابعة يا صديقي. اما بالنسبة للقصة الخامسة فهي الشخص مجنون وغريب جدا، وهو ماشي لقى جثة لست وبسبب جنونه فاكتر حاجة بيحبها هي جثث الستات، واستغل ان الدنيا هادية حواليه وقرر انه ياخد الجثة دي معاه للبيت، وخلع السكينة من الجثة وبيقلي لحمه عشان يتعشى مع الجثة، وبيتعرف عليها ويداها نصيبها من الاكل، وبيحكي معها كمان عن قصة حياته وانه حبها من اول نظرة ومستعد انه يعيش معها لحد ما يموت، وكلامه حرك مشاعر الجثة، ولقاها خدت السكينة اللي كانت مطعونة بيها، وبما انه قال انه مستعد يعيش معها لحد الموت فهي هتحقق له هدفه، وعمالة بتتحرك ناحيته وقتلته. وديه القصة الخامسة يا صديقي. وبالنسبة للقصة السادسة فهي اغرب من الخامسة، وهي الرسام مش عاجبه تصميم الرجل الخشبي اللي هو كونه، والغريبة ان الدمية الخشب دي مركزة على الرسام وهو بيرسم، والرسام خد باله وحاسس ان الدمية بتتحرك ولكنه مهتمش، وحاسس بس انه محتاج انه ينام، وساب دمية رجل الخشب مع التصميم اللي رسمه، والرسام نايم القطة بتاعته صحيت بسبب حركة الدمية، ولما اتحركت صحي الرسام بسببها ولقى القطة اختفت مع الدمية، ولقى التصميم بتاعه متقطع والدمية هجمت عليه وقتلته، وبالدم بترسم الرسام اللي ما كانش معجب بتصميم رجل الخشب. وديه القصة السادسة يا صديقي. وبالنسبة للقصة السابعة هي الكارلة اللي وصلت لأحد البيوت اللي المفروض انها هتشتريه، ولكن الشخص اللي دلها على البيت ده لسه ما وصلش وبتكلمه في التليفون ولكنه ما بيردش، ورغم انها مش مرتاحة للمكان ولكنها مضطرة انها تدخله، ولقت البيت من جوه جميل ولكن سمع اصوات غريبة ومصدرها هو احد الغرف، ولما تفتح الباب تلاقي اشباح، والشخص اللي كلمها عن البيت هو ضحك عليها اصلا وسلمها للاشباح دول عشان يقتلوها، وطبعا ما عرفتش تهرب. وديه القصة السابعة يا صديقي. وبالنسبة للقصة التامنة فهي بتحصل بالليل عند احد البيوت، ولقى جون انه فيه طرد غريب جاله عند البيت ومش لقى الشخص اللي وصل الطرد ده، وبما انه بيحب المفاجآت فهو ما عندهوش مشكلة انه ياخد الطرد ده ويفتحه ويعرف ايه اللي جواه، ولما فتح الطرد استغرب لما لقى جواه صندوق موسيقي للمهرجين، لان جون ما بيحبش المهرجين، ولكنه حاول يشغل الموسيقى ولكنها ما اشتغلتش، فحاول يعرف ايه السبب فلقى ورقه بتسال لو كان عايز يلعب، وكمان فيه بالونه مهرج ظهرت من وراه وايد المهرج ظهرت من الصندوق وقتلته. وديه القصه الثامنه يا صديقي. وبالنسبه للقصه التاسعه هي البنت عادي جدا كل يوم الصبح كالعاده بتروح شغلها، ومشكلتها ان المحل اللي شغاله فيه في اقنعة للارانب وهي ما بتحبهمش، وهي شغالة وبتسمع اغاني وما خدتش بالها من الحركات اللي بتحصل وراها، والنور فصل وحست بالخوف وشغلت كشاف تليفونها وسمعت صوت غريب وبتحاول تجري وتخرج من المكان، ولكن فجأة ظهر السفاح الارنب عشان يقتلها لانها ما بتحبش الارانب. وديه القصة التاسعة. اما بالنسبة للقصة العاشرة هي الست وحيدة بتحب جدا لوحات الرسم، وبتحب جدا لوحات الرسم الغريبة وبتفهم منهم معاني محدش غيرها بيفهمها، وبتحب اللوحة الجديدة دي جدا، والمشكلة انها لما سابتها ومشيت بتكون فيه شخصية في اللوحة بتتحرك، وبالليل والست نايمة صحيت لانها شافت حد مراقبها، ولما لبست نظارتها لقت الكائن ده اختفى، ولما تتبعته لقيت النور شغال واللوحة في مكانها عادي، ولكن فجأة وقعت فراحت عادي جدا عشان تعدلها، وحاسة ان اللوحة مراقباها ولكنها ما اهتمتش، ولما قفلت النور بتكون الشخصية خرجت من تاني من اللوحة، والشخصية دي هي عبارة عن كيان شيطاني وهو عايز يقتل الست دي عشان يحبسها في اللوحة مكانه، وبالتالي هيسرق جسمها. وديه كده يا صديقي القصة العشرة. وبالنسبة للقصة الحداشر هي البنت بتتصور عادي جدا مع
قطتها، ولكن فجأة الكاميرا حست بوجود حد معاهم ونسخت وجهه المرعب كمان، وفجأة حست بحركة الشيطان حواليها اللي هجم عليها وقتلها. ودي القصة الحداشر يا صديقي. وبالنسبة للقصة الاتناشر، هي البنت موجودة لوحدها برا البيت وبتلعب، ولكن فجأة لقيت كرة جت لها، والمهرج اللطيف هو اللي بعت لها الكورة وطلب منها تقرب منه، ولكنها مرتحتش ليه، وديته كورته وجريت لجوه البيت بسرعة. والليل الحل والبنت بتستعد للنوم، ولكن فجأة تلاقي الكرة الحمراء ظهرت لها، وطبعا ما ظهرتش لوحدها لان المهرج جنبها، وده مش لطيف، ده سفاح شرير، والسفاح خلص عليها. ودي القصة الاتناشر يا صديقي. وبالنسبة للقصة التلاتاشر، هي البنت رجعت لبيتها بعد يوم عمل طويل، وحس بالارهاق وبتحلم بالراحة والهدوء اللي اتحرمت منهم، وده بسبب الشيطان اللي بيطاردها في احلامها. والمرة دي الشيطان ما بقاش بس موجود في كوابيسها، الشيطان هيريحها وهيقتلها للأبد. وديه القصة التلاتاشر يا صديقي. وبالنسبة للقصة الاربعتاشر، هي الست عملت حادثة في الغابة المعزولة، وصحت بسبب الصوت المرعب اللي تسمعه من الغابة لأم وابنها، فنزلت من العربية عشان تعرف ايه اللي بيحصل، ولقت شيطان مرعب قدام العربية وهو اللي بيصرخ عشان يشدها ليه لقتلها، ولكنها ركبت العربية وقفلت على نفسها، وده طبعا ما منعش الشيطان اللي دخلها جوه العربية عشان يقتلها. وديه القصة الاربعتاشر يا صديقي. والدكتور النفسي تعب من الاربعتاشر قصة اللي صار حكيتها، وحس انها ملهاش علاج وسابها ومشي، وتاني يوم وصل لبيتها عشان يطمن عليها، ولكنه ما لقاهاش، ولكنه سمع صوت البيانو في البيت ولقى خاتم ام سارة اللي كان معاها. فلما خرج من البيت عشان يمشي، شاف سارة اللي خلصت على نفسها وعملت كده عشان تتحول لروحها، تفضل ساكنة جوه البيت ده ومحدش هيحاول يخرجها منه، وفي نفس الوقت تحررت من مرضها المرعب اللي بيخليها تشوف النهايات المرعبة للناس. ودي نهاية الملخص يا صديقي، وفي الوصف تحت الفيديو هسيب لك روابط لمزيد من الأفلام والقصص.